أوقف بدايات في عقولهم لبداية نوع من الفوضى الجديدة. أرادوا استرجاع الفوضى بأنهم يلتفوا حول المرشح. وبعدين دول ناس مصابين بعدم الفهم وعدم الوعي. القوات المسلحة اللي تصدت لكل محاولات الفوضى بعد 2011 رغم ان كانت يعني الساحة ممتلئة بكل انواع الفوضى، كانت هتقف تتفرج من بعيد على من يحاولون استعادة الفوضى، كان مستحيل. فدي ناس مصابين بعدم الفهم وبالغباء السياسي وبالغباء الاجتماعي. اولا المجتمع رافض انه يرجع للايام الفوضى، رافضين ان نرجع بقى للبلطجية والفتوات طبعاً اللي بيغتصب طبعاً. المجتمع رافض. الجيش اللي كان بيتعرض لضغوط قوية جدا في الفترة دي وقف على رجليه وحمد دولة وأعاد بنائها من جديد، فكان هيسمح بأنكم ترجعوا تاني. وبعدين ده راجل بيخترق القوانين العسكرية، بيخترق الأسس بتاعت المؤسسة العريقة دي. فده نوع من الغباء ونوع من عدم الحكمة. لكن هي دي المجموعة. شوف حضرتك أي كارثة ستجري هذه المجموعة ملتفين حولها يهللون ويكبرون. أي كارثة تتعرض عايزين إيه؟ كل طوبة بتتبني بتعتبر حجر في رؤوسهم. كل طريق بيتمهد بيسحب السجادة من تحت رجليهم. كل نجاح بتحققه مصر إضعاف ليهم. كل قوة بتخليهم في الآخر بيتراجعوا في نهاية الصفوف، لأن هو ما عندوش مشروع للبناء زي الجماعات دي، لكن عنده مشروع للهدم، مشروع للتحريض، مشروع للإثارة. ده أسهل حاجة، أسهل حاجة، أسهل مشروع، أسهل مشروع. ومن زمان وهم كده على فكرة، من زمان وهم كده. يعني لو واحد أي منهم يقول له ما تروحش للدكتور أنا أعمل لك حجاب أو يعني هي الحلول السهلة، لكن حلول تبني دولة أو حلول توقف البلد على رجلها، لا. ما هو لو وقفت البلد على رجلها طب يبقى هو هيشتغل في إيه؟ دي شغلته، دي شغلته، ده أكل عيشه من ساعة ما نشأت هذه الجماعة واللي دايرين في فلكها. أيوه. بس انا اللي مستغرب له الحقيقه موقف الاخوه الناصريين. ما هو سامي شرف قال دول مش ناصريين. طب ده رايه. رايه. وده رايه يحترم. ايوه. لانه في طار تاريخي ما بين الناصريين والاخوان. ومرسي في احد خطاباته قال الستينات وما ادراك ما الستينات. ليه مجموعه المقاطعه اللي بيدعوا انهم ناصريين مرتمين في احضان الاخوان والجماعات الدينيه؟ ما تجاوبوا لنا على ده. محتاج منهم اجابه، محتاج منهم اجابه. طب انتوا جمال عبد الناصر صقر الفيديو تاريخي. الفيديو اهو يا استاذ كرم. يا ريت الفيديو هم ممكن يشوفوا صوت وصوره لو سمحتوا.